مشاهدينا الكرام، السلام عليكم واهلا بكم الى نشرة الثامنة للاخبار، ونستهلها بالعناوين. ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة الى 15 شهيدا واكثر من 125 جريحا، وردود فعل عربية ودولية منددة ومستنكرة. أكثر من 7500 مهاجر غير نظامي تونسي يصلون إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية أهم أسباب الهجرة غير النظامية. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية هذه السنة، بعث 5 مراكز في 5 ولايات تتعهد بالنساء ضحايا العنف. أهلا بكم، نستهل نشرتنا بالأوضاع في غزة، حيث بلغ تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ذروته في ظل تواصل قصفها من بينهم طفلة وسيدتان مسنتان، فيما أصيب حوالي 125 بجروح مختلفة، بينهم أكثر من 20 طفلا وفق ما أوردته وزارة الصحة في غزة. هذا وأكدت مصادر طبية منذ حين نقل 10 مصابين فلسطينيين إلى المستشفى إثر قصف إسرائيلي عنيف على مخيم جباليا. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، ويتواصل معه القصف المستمر ليرتفع عدد الشهداء والمصابين. وبلغ تصعيد قوات الاحتلال ذروته إذ قامت بشن ضربات جوية أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء ومداهمات أدت إلى العديد من الاعتقالات. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاعتقالات شملت مدن رام الله وجنين والخليل والقدس وطول كرم والأغوار، كما استهدفت الضربات المنازل وسوتها بالأرض. وقد أعلنت الأجنحة العسكرية ل4 فصائل فلسطينية في مخيم جنين أن فرع العام في الضفة الغربية مؤازرة للأحتلال أحداث الدائرة حاليا في قطاع غزة. وقالت حركة حماس أن المقاومة في حالة استنفار قصوى، لتعلن المقاومة الفلسطينية إطلاق صاروخا في مدينة عسقلان. وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت في وقت سابق أنها أطلقت أكثر من 160 صاروخا على الاحتلال الإسرائيلي ردا على الغارات الجوية التي أسفرت عن استشهاد أحد كبار قادتها. في الأثناء أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة توقف محطة التوليد الوحيدة في القطاع عن العمل بسبب نفاذ كميات الوقود في محافظات القطاع، ما سيؤثر على كافة المرافق والمنشآت الحيوية ومنها سيؤزم الوضع الإنساني. ودعت الشركة المواطنين والمستشفيات والمؤسسات والبلديات وكافة المرافق إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، وطالبت جميع الأطراف بالتدخل العاجل والسماح بإدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد وتوفير الكهرباء لقطاع غزة لوقف التدهور الخطير المتوقع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ردود الفعل العربية المنددة بالاعتداء اللا إنساني الذي تشنه قوات الاحتلال تتتالى، بين مطالبة البرلمان العربي العالم بتوفير حماية للشعب الفلسطيني الأعزل بالقطاع، فيما تزال الأمم المتحدة تدرس الوضع. تونس أصدرت بيانا ضد الهجوم الهمجي مطالبة بالتصدي لجرائم الاحتلال في حق الفلسطينيين وبضمان حماية لهم. استنكار وتنديد ودعوات لضبط النفس والتهدئة وسط تخوفات من حدة التصعيد تبعت المشهد العربي والدولي. تونس، وفي بيان لوزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أدانت العدوان الغاشم على قطاع غزة مجددة الدعوة إلى المجموعة الدولية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني وضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة له والتصدي لجرائم المحتل ومنعه من التصرف كقوة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية. كما أكد بيان الخارجية التونسية التزام تونس الثابت بمواصلة دعم الحق الفلسطيني غير القابل للسقوط بالتقادم إلى حين انتهاء الاحتلال وإقامة الشعب الفلسطيني الشقيق لدولته المستقلة وعاصمتها القدس حسب نص البيان. البرلمان العربي هو أيضا أدان العدوان الإسرائيلي الغاشم واستهداف المدنيين العزل، محملا سلطات الاحتلال تبعات التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني في تحد صارخ للقانون الدولي وانتهاك سافر للمواثيق الأممية والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية.
البحرين والإمارات العربية المتحدة وهما الدولتان المطبعتان مع المحتل الإسرائيلي، فقد دعتا عبر سفارتيهما مواطنيهما بتل أبيب إلى توخي الحذر واتباع الإجراءات الرسمية. وفي خضم موجة التنديد العربي بالعدوان الإسرائيلي والدعوات الفلسطينية لوقفه على الفلسطينيين العزل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، كثفت القاهرة اتصالاتها لوقف التصعيد والعودة إلى التهدئة في غزة. دوليا حملت طهران الكيان الإسرائيلي المسؤولية عن تبعات الهجوم الوحشي على قطاع غزة، وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن الإسرائيليين سيدفعون ثمنا غاليا إزاء هجماتهم على الفلسطينيين في غزة، فيما صرح المتحدث باسم البيت الأبيض بتأييد واشنطن حق المحتل الإسرائيلي، فيما وصفه المتحدث باسم البيت الأبيض بالدفاع عن النفس. أما الأمم المتحدة فقد صرحت بإجرائها اتصالات مع موظفيها على الأرض للتحقق مما يحدث في غزة، معبرة عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية. في الشأن الوطني، أحبطت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير فجر اليوم ثلاث عمليات هجرة غير نظامية انطلقت من سواحل المنستير نحو إيطاليا، وتم خلال العملية إلقاء القبض على 43 شخصا من بينهم 12 تونسيا والبقية من دول أفريقية أخرى. وتمثلت عمليات الهجرة غير النظامية في عمليتين شارك فيهما 31 شخصا من دول أفريقيا جنوب الصحراء من بينهم 4 أطفال، وعملية ثالثة شارك فيها 12 شابا أصيلي قفصة وأقصر هلال بولاية المنستير. ووقع توجيه كل هؤلاء الأشخاص نحو مقرات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. وكانت الوحدات الأمنية حجزت لدى هذه المجموعات 3 مراكب بحرية و5 محركات ومبلغ مالي وكمية هامة من المحروقات معدة للغرض حسب مصادر أمنية. هذا وسجلت أرقام المهاجرين غير النظاميين ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية، أرقام قدمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووصفها بالمفزعة. يركبون قوارب الهجرة غير النظامية آملين في الجنة الموعودة التي تنتظرهم فيها حياة الرفاه والأموال والمستقبل الزاهر كما يتوقعونها. فقصة التونسيين مع قوارب الموت لا تنتهي، وحبال أمانيهم بالوصول إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط لم تنقطع، وهو ما تنقله لغة الأرقام التي رصدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووصفها بالمفزعة، إثر تسجيل وصول أكثر من 7500 مهاجر غير نظامي تونسي إلى السواحل الإيطالية منذ مطلع العام. كما تمكنت السلطات التونسية من أحباط أكثر من 937 عملية اجتياز ومنع حوالي 11500 مهاجر غير نظامي من المغادرة نحو السواحل الإيطالية، 60% منهم يحملون الجنسية التونسية. من جملة الواصلين إلى إيطاليا هناك أكثر من 333 من الإناث وأكثر من 1246 من القُصر، وتقديراتنا بوصول حوالي 300 عائلة إلى السواحل الإيطالية منذ بداية السنة. هجرة العائلات اللي اليوم أخذت منحة معناها تصاعدي منذ 3 سنوات. الهجرة هذه كانت سرية، ولكن اليوم ما عادش هجرة سرية، ولات هجرة منظمة وممنهجة يشاركوا فيها عديد الأطراف. الأسوام يعني تغيرت بدرجة كبيرة، ما عادش الهجرة اللي كانت يشارك فيها الإنسان البطال الزوالي باش يخرج من الوضع الصعيب اللي هو عايش فيه. كثافة حركة الهجرة غير النظامية يعود إلى أسباب عدة، لعل أبرزها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات. العوامل المناخية اليوم ساعدت على هذه التدفقات، إضافة للعوامل الدافعة اللي قاعدة موجودة واللي مرتبطة أساسا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي اللي تعيش به البلاد. العائلات اللي كانت اليوم كانت سابقا هي العنصر المقاوم الأول للمشروع الهجري غير النظامي لأبنائها، هذه المقاومة تلاشت نتيجة إشكالية المنظومة التربوية اللي لم تعد هي المصعد الاجتماعي. كاين المواطن التونسي يعني ما عادش حاسس بالأمل، فقد الأمل في تونس، يحب التغيير، يحب حاجة
وأمام الارتفاع الكبير في أرقام المهاجرين غير النظاميين وتعدد الأسباب والدوافع واختلاف الشرائح العمرية، تبدو الحلول من منظور علم الاجتماع. الدولة متاعنا لازمها تستقر سياسيا باش نجم تخدم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. العائلة تخمم في الأطفال متاعها، يعني ما تشجعهمش على الهجرة غير نظامية. زاد تغيير المناهج التربوية والتعليمية في تونس، خاطر ما عادش تتوافق مع متطلبات الأطفال اليوم، مع الحلم متاعهم. نشوفوا أحلام الصغار راهي تغيرت، أحلام تقودهم نحو المجهول في رحلة بحث تتقاذفهم فيها الأمواج، وهم الآملون في مستقبل أفضل قد ينجحون في بنائه في وطنهم رغم الصعوبات والعراقيل التي تعترضهم، في وقت أصبحت فيه تونس خلال السنوات الثلاثة الأخيرة مركز انطلاق مكثف للهجرة غير النظامية. العنف المسلط على المرأة ظاهرة تشير مختلف التقارير المعدة من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى تزايدها في مجتمعنا، وهو ما حدا بالوزارة وفي إطار متابعتها لوضعية النساء المعنفات إلى أحداث 5 مراكز لاستقبالهن وإحاطتهن بالرعاية اللازمة في عدد من ولايات الجمهورية. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل13 من أوت، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن بعث 5 مراكز للتعهد بنساء ضحايا العنف ومرافقهن. مراكز ستكون موزعة على 5 جهات، وهي من أبرز مخرجات التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضد المرأة للسنة الماضية، والذي سيصدر لأول مرة ب3 لغات وسيعلن عن نتائجه يوم الاثنين القادم. 5 مراكز تعهد بالنساء ضحايا العنف في 5 ولايات، وهي تطاوين، توزر، جابس، وجندوبة والقيروان. الآن هناك 8 مراكز للإيواء، ومن هنا إلى غاية آخر السنة سوف يرتفع هذا الرقم إلى 10 مراكز. الاعتمادات التي تمت المالية التي تم توفيرها من أجل التمكن من بعث المراكز 5 بدفعة واحدة خلال هذا الشهر تقدر ب 450,000 دينار. كما اختارت الوزارة في برنامجها الاحتفالي تركيز على دعم المرأة اقتصاديا من خلال إطلاق منصة رقمية رائدات لتوفير العوامل التي تسهم في نجاح صاحبة المؤسسات الناشئة والمشاريع. تلقينا إلى حد الآن قرابة 1800 ملف، وهناك لجان تتألف من أعضاء من الوزارة وأيضا مع البنوك الشريكة في برنامج رائدات الذي تم إطلاقه في مارس 2022 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. هذا برنامج وطني ومهم يستهدف 3000 امرأة تونسية، وأيضا هذا البرنامج فيه امتيازات جيدة جدا، إذ أن الوزارة هي التي تتكفل بالتمويل الذاتي. هناك امتيازات أيضا على مستوى فائض نسبة فائض القيمة، وأيضا بالنسبة إلى فترة الإمهال القروض تتراوح ما بين 10,000 دينار لتصل إلى 300,000 دينار. وعرفانا بمساهمتهن عبر التاريخ في شتى مجالات النضال النسوي وتميزهن، من المنتظر أن تنظم وزارة المرأة بداية من 11 من هذا الشهر معرضا للطوابع البريدية لتكريم ثلة من أيقونات تونس، من بينهن المناضلة الراحلة مي جريبي ولاعبة التنس أونس جابر. وسيكون للباحثات نصيب في هذه الاحتفالات أيضا، وذلك عبر إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي للباحث عبير خريبيش عن بحثها حول التغيرات المناخية. وتقديرا لمجهودهن وقوة الإرادة التي تتميزن بها، قامت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى بتكريم أكبر المترشحات سنا اللتان تحصلتا على شهادة البكالوريا عن شعبة الآداب للسنة الدراسية المنقضية، وهن السيدة زينب الهمامي من مواليد 63 و900 و1000، والسيدة إلهام الحامدي من مواليد 68 و900 و1000. استعدادا لاحتضان تونس أواخر الشهر الحالي قمة طوكيو للتنمية تيكاد، تستعد مدينة الثقافة لإقامة معرض يؤرخ للذاكرة الوطنية الفنية منذ قرابة 150 سنة.
لوحات تشكيلية تعود بك إلى سنوات خلت تؤرخ لتونس الأعماق وتحاكي الزمن في تقلباته، وأخرى تعود إلى شخصيات أثرت في السياسة والفكر المعاصر، ومنحوتات كانت أحد عناوين الذاكرة الفنية التونسية، ومدارس فنية تجريدية وسريالية خطبت وجدان التونسي وعكست نظم معيشه. هي اللوحات الفنية التي ستشكل الحدث في الأيام القادمة، وذلك في إطار معرض تشكيلي يؤصل للذاكرة الفنية التونسية الإبداعية على مدار أكثر من 150 سنة. حضرت شانتي محلول، يعني السعادة كبيرة، وخاصة أنه الأيام تبدأ تقرب. أكثر من 400 عمل يحكيوا المراحل التاريخية للفنون التشكيلية بالبلاد التونسية تقريبا منذ 1850 ل 2020، من فترة البيات مرورا بالفترة الاستعمارية، مدرسة تونس، التجريد بتونس الستينات السبعينات. وفي عدة أركان من هذا الجناح كانت الحركة الدؤوبة بعمليات اطلاع وتصوير ونسخ وتهيئة للمكونات المادية للمعرض. بعدين نحضروا في الأعمال للمعرض متاع المتحف إن شاء الله، اللي تم معناها نقلها من مخازن قصر السعيد والمكتبة الوطنية، وتم معناها تسلمها في المتحف، وتو قاعدين نقوموا بعملية تنظيف. هي الاستعدادات الحثيثة التي تسابق الزمن بمناسبة تنظيم فعاليات قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا التكاد، والتي تنعقد في أواخر الشهر الجاري، وستقدم برنامجا موازيا تثمينا للفعل الثقافي وللموروث الفني التشكيلي بتنوع مدارسه الإبداعية. مجموعة في حقيقة الأمر من الأنشطة الثقافية انطلقت منذ أسبوع من خلال تنظيم ملتقى مدينة الثقافة الأول لنحت على الرخام بمشاركة مجموعة من النحاتين في حدود 17 من دول صديقة وشقيقة، وكذلك نحاتين التوانسة. وكما شفتوا الأعمال الفنية قربت على الانتهاء. بطبيعة الحال هناك أنشطة شبابية، خاصة مهرجان تونس تغني إفريقيا. اشتغلت عليه لمدة شهر لتنفيذ الماكيت الصغير، وبعدين في هذه الثمانية أيام أنجزت هذه المهمة. بعد توقف دام عامين سببه جائحة كورونا، عادت إلى القصر الروماني العريق أجواء مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية في دورته 35، ولتمكين الملاعين بهذا النوع من الفنون الراقية وتحديدا لمتابعة سهرة أوبرا فيينا الليلة، نظمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية رحلة ذهاب وإياب بالقطار لحضور هذا العرض. فريق الأخبار تنقل مع المسافرين لمتابعة سير هذه الرحلة والعرض الأوبرالي. إن شاء الله يكون عرض ممتع. سيمفوني دو فيينا ما تجيش برشا لتونس. إن شاء الله يكون العرض ممتع. جيت مع صاحبتي وأختي والموفق سكايدو في جيل الجم. وعليش خاطر الجم سي قبيله كنا نحكي وقلنا ما فماش حاجه كيما الجم، دونك ذا غاست كمان ايفينمون يلزمك تمشي له، ميم سي ديبلاس وتتعب ذا غاست امباكتون لينا احنا. هو الشغف بالموسيقى وحب الموسيقى، لانه كما تعرف الموسيقى تهذب الروح. الانسان كي يحب معناتها موسيقى هادفه يضحي من اجلها يتنقل لها، دي فرصه انه معناتها لسنسيفتي معناتها عندها توا سنوات انها موفره معناتها وسيله النقل عبر القطار الي وروتور. في كل مرة نأخذكم لزيارة مدينة من المدن التونسية للتعرف على أجوائها الصيفية وخصائصها الجمالية والسياحية. هذه الليلة ندعوكم للتعرف على مدينة راس أنجلا التابعة لولاية بنزرت. في ثوبها البحر الأزرق ترفل بين أحضان الطبيعة، ففاض بذلك جمالها. شاعت شهرتها بعد تصنيفها موقعاً عالمياً لاحتضانها لأقصى نقطة شمالية في القارة الإفريقية،
هي مدينة راسنجل أو رأس الملائكة التابعة إداريا لولاية بزرت. سحر طبيعي تبرزه صورة يتداولها عشاق المكان عبر مواقع الشبكات الاجتماعية لتروى بذلك ألف حكاية وحكاية عن أسراره. بعد نعمل ديستوري وفيديوهات انستغرام نهبطهم باش نشجع السياحة في الولاية متاعي دي جانا الماتر هوني، وديما البلاصة هذه هي البلاصة نتفرهدوا فيها ونشيخوا فيها بالرسمي، وواحد يعمل برشا جو ديجا هك تشوف لنا في الفيو في الماء محليه حتى ريح يبدا البحرك حلنا فماش موج وجو باهي. تلك أقصى نقطة شمالية للقارة الإفريقية، وهي نقطة تترامى على يمينها ويسارها شواطئ من مميزاتها نقاوة المياه وصفاؤها. أتى رجل للغوص في تفاصيل الصورة يقود إلى مشهد عائلي متكرر، بحر وموائد عليها ما لذ وطاب تجمع عائلات تجمع أفرادها للاسترخاء والاستجمام. كل عام كل عام ملمونين مع بعضنا، نفطر مع بعضنا، نتعشاو مع بعضنا. وكما هو حال العائلات يتجمع في فصل الصيف شباب من أبناء الجهة للتوزع على مختلف شواطئ المدينة لحث المصطفين على أن تحافظ هذه الرمال على بياضها ونصاعتها. نقوم بحملات يعني حملات نظافة، نعملوا حاويات، ندوروا على المصطفين نفرقوا لهم حاجات باش ينظفوا معانا، ومشكورين الناس الكل تنظف. وخلال كل موسم صيفي تنشط فضاءات ترابية هيئها أصحابها لاحتضان فعاليات دورة في كرة القدم تشارك فيها فرق من مختلف أرياف الجهة ويحضرها جمهور تختلف مواقع متابعته للمباريات. تأثير الشباب باش يلقى حاجة يتفرج فيها، يلقى حاجة باش ما يقعدش في الوقت الفراغ، يلقى فهمتني نشاط رياضي يعدي فيه وقت طيب، وفي نفس الوقت نكتشف مواهب رياضية. محب لنادي بزرتي. تحب تلعب لنادي بزرتي؟ محب ونلعب، ماذا بيا نلعب مسيل عمر فيك. تلك تفاصيل صورة قد تجعل هذه الجزئية عنصرا مشوشا عليها، وهي رداءة المسالك المؤدية إلى الشواطئ. في الرياضة تأهلت لاعبة التنس الروسية فيرونيكا كودرمينوفا للدور نصف النهائي من بطولة سان خوزي الأمريكية إثر فوزها على التونسية أنس جابر بمجموعتين دون رد، وسبق لكودرمينوفا المصنفة 19 عالميا أن انتصرت على أنس جابر في مناسبتين منذ 3 سنوات. وستكون بطولة أمريكا المفتوحة التي ستقام في نهاية الشهر الحالي أبرز الاستحقاقات التي تنتظر لاعبة التنس التونسية أنس جابر. بات لاعب كرة القدم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري أكثر لاعب عربي يسجل أهدافا في البطولة المصرية. وفي البطولة الألمانية لكرة القدم استهل بايرن ميونخ مسيرة الدفاع عن لقبه بتحقيق انتصار لافت على إنترخت فرانكفورت ب6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي وتناوب على تسجيل أهداف بايرن ميونخ 6 كل من كيميتش وبافارد وساديو ماني وسيرج جينابري وجمال. توجت لاعبة الجمباز الإنجليزية مارفا إيكيموفا بذهبية اختصاص الجمباز الإيقاعي الفردي الشامل ضمن منافسات ألعاب الكومنولث المقامة ببرمنغهام، وقد نجحت إيكيموفا البالغة من العمر 17 عاما في إهداء إنجلترا أول ميدالية ذهبية في اختصاص الجمباز في تاريخ مشاركتها. ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بعناوينها: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 15 شهيدا وأكثر من 125 جريحا، وردود فعل عربية ودولية منددة ومستنكرة. أكثر من 7500 مهاجر غير نظامي تونسي يصلون إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية أهم أسباب الهجرة غير النظامية. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية هذه السنة، بعثوا 5 مراكز في 5 ولايات تتعهد بالنساء ضحايا العنف.
ونشير في الختام إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.